السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ مزيانين لاباس عليكم؟ اش اخباركم مع هذا الجو السخون؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. هذا الفيديو هذا الصراحه جا انا كنت خدامه، المهم جا فجاه وصافي. انا خيطت واحد الكسوه ساليتها، هذا الحزام غادي نلبسو. واحد السيده قالت لي المحل ديالك تيبان بحال اللي مرون فوضوي. انا اختي ما عنديش محل تاع البيع تنبيع فيه، انا عندي محل، عندي ورشه ديال الخياطه. هذاك المحل ديالي هذاك انا كنخيط فيه، عندي فيه تما 3 ديال المواكن، تيضلوا تبارك الله ما شاء الله يخدموا كيف كنقولوا كيضلوا شغالين. فواخا تنوضي في الصباح وتجمعيه وتقاديه وتشطبيه وهذه، ولكن مجرد ما كتفصلي وكتسالي كتبدي تخيطي كتقطعي الخيوط كيطيحوا هذه وهذه، ما عنده ما كيتوسخ ديك الشيء هذاك، عاود حتى الغد بعد كتبداي، فهمتي؟ وفاش كنجي نعمل شي فيديو ما كنكونش مخططه ليه، كيجي فجاه. كنقول قبل ما تجي السيده الكليانه تدي الحوايج ديالها ارا نخطفي، الا كان ما عندها شي مشكل باش نصور تصور، اما الا كان شي وحده تقول لك لا ما تصوري ليش حوايجي ما تنزليهش في القناه ديالك، بطبيعه الحال كنحترم الراي ديالها وما نصورش وما ننزلش في القناه ديالي. اما الا كانت شي وحده انا عارفها اولا كناخذ الاذن ديالها ونعرفها ما غاديش تقول لا، ما كان هذه كنصور عادي الدنيا هانيه ماشي مشكل. فلهذا راه فرق ما بين الحانوت محل كبير كيبيع خاصو يدير لك السلعه فواحد البلاصه اللي هي نقيه، فواحد البلاصه اللي هي فخمه، فواحد البلاصه اللي هي خاصك تدخلي ترتاحي، وما بين ورشه كتخدمي فيها. انا هذيك عندي ورشه تاعت الخياطه، انا ما كنبيعش، انا كنبيع التواب، التواب هكذايا ها هو، ماشي كنبيع التواب عامه، لا اللي كتجي عندي كتقول لي اختي انا ما كنفهمش في التوب، فزعما الا ما عندكش مشكل انت جيبي لي التوب. مثلا انا خاصني جلابه هكيف وما نفهمش نشري لها التوب ديالها، واخا ماشي مشكل كنمشي كنتقدى لها التوب ونجيبو ليها عادي. اما باش انا كنبيع فيه وديك الروينه هذيك، لا ما عنديش انا المحل ديال البيع، انا خياطه وكنخدم بدراعي بيدي، كنفصل بيدي وكنخيط بيدي، ما كاين معايا حتى شي حد في الورشه ديالي، كنخدم صنعتي بيدي. هذه واحد النقطه نكونوا متفاهمين فيها، وان شاء الله باقي يجيو فيديوهات بزاف اللي غنشرح لكم كيفاش تكوني امراه طموحه، وكيفاش تعلمي الصنعات كاملين، يكون فيك الصبر اللي غادي تعلمي الصنعات كاملين كيف ما انا متعلمه الصنعات كاملين. اي حاجه تقول لي هذه نقول لك اه كنعدلها. ايوا نتمنى لكم التوفيق كاملين، وتابعوا معايا ان شاء الله. انا غنبدا نلبس في هذا الحزام هذا، واحد غنزيد لي غير واحد شويه ديال العقيق باش يجي مواتي مع اللبسه، واللبسه ديالو ان شاء الله غنشاركها معكم. فانا خديت الاذن من عند مولاتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هذا العقيق باش غادي نلبسه، هذا العقيق هذا ما كتخيطش، كنلصقوه اما بالمصلوح الا كنتي غديري واحد المسافه كبيره فما يمكنش تخدميه بهذه، انا دابا كنلصقو بهذه في اي توب كنلصقو بهذه الكاويه هذه. هاد الكاويه كتعملي لها الخيط في الضو وكتشعليها بطبيعه الحال من هاد البوطون هذا ديالها، كتخليها حتى كتحمى وكتبداي ديري تلصقي فيه بهذا الشكل هذا بحال هكذا، كتبقى بارك عليها حتى كتسخن. وهو هاد الماده اللي فيه هنايا من القاع ديال العقيقه فهي اللصاق، فاش كتسخن كيسخن ديك اللصاق هذاك كيثبت مع الثوب، ولكن في هاد المبره هذه ديال الحرير ما لصقليش بهذه كيف ما كيلصق واحد شويه وكيطير، وانا ما خصنيش طريحه شمني مع الكليانه. في الاخر لصقته كامل لا في الكسوه ولا حتى دابا في الحزام غنلصقو بالبلانشه، بالبلانشه ما طارش، وهذا كيعني بان البلانشه خدمتها قويه على هذه الكاويه هذه، هذه ما كتخرجش ديك الربو، البلانشه كنخرجوا الربو.
وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله وغادي تستافدوا. واللي عجبها المحتوى ديال القناه هاك وبلايك باش يوصلها ان شاء الله فين ما نحط فيديو جديد. هذه يعني كيف قلت لكم انا غنزيد غير واحد شويه يزيد يعمر هذا، لان هذا البروش هذا ما قنعنيش انا ويجي حتى متواتي مع الكسوه. انا ان شاء الله غنزل لكم الكسوه، انا ساليتها بقى خصني غير بلانشيها نقيها من الخيوط كيف كيقولوا اللمسات الاخيره هي اللي بقات ليها. وكيف قلت لكم انا ما كنبيعش الحوايج طالعين، ما كنخيطش زعما ونبيع، انا التويبات هي التواب، الا وصاني شي حد كنجيب التواب. شي حد كيقول لك جيب لي التواب انا ما كنفهمش فيه، طبيعه الحال كتمشي تجيبيه وكتخيطي له البياسه ديالو كتختاري له، وحين كيكلفك انت اللي غتجيب له الثوب بطبيعه الحال ما تجيبي ليش شي حاجه اللي غادي تحشمك معاه، راه الا جيتي لي شي حاجه ماشي هي هذيك ها انت فقدتي كليا غادي يمشي ما يعاودش يجي عندك. هذا الفرق ما بين الخياط اللي كيخيط وما بين اللي كيبيع. اللي كيبيع عنده السلعه معلقه كتجي انت كتشوف الحاجه راه هي معلقه بطبيعه الحال عجباتك شريتيها، راه عجباتك عادك شريتيها. وباقيه البنات ان شاء الله ننزلوا فيديوهات جداد ديال التنبات ديال الفصاله. اهم حاجه انا كيف كندور ندور ندور ونرجع نقول لكم الفصاله. البنات ركزوا معايا على الفصاله، انا غنرجع نعلمكم الفصاله بالباترون وفي الثوب ان شاء الله، غير اللي ما بغاتش دير بالها. اما اللي دير بالها راه تتعلم الفصاله تعلمها بالتفاصيل ديالها. صافي البنات هكذا حين كنعمروا الحجر اللي خصنا نعملوهم كنجيبوا البلانشه بحال هكذا. انا قلت لكم هذه ما لصقات ليش في هذا الثوب هذا تاع المبره، كنجيبوا البلانشه ضربوا وكنبركو عليها هكذا وكنطلقو قربو. كيف كتشوفوا قدامكم هكذا كدوز العمليه كيلصق ديك العقيق كامل. ها هو التليفون كيبان الضبب، المهم نتوما عارفين دابا اللي كاين الكاميرا تاع التليفون بس كتبان الضبات. صافي البنات كيف كنكملوا الحزام هكذا كيجي، فهو ديك العقيق ما كيطيحش كيبقى ثابت. اما هذا البروش راه مشدود من هنا بالخيط ومشدود حتى بالكولا اللي كيشد بها الثوب مع هذا الكرتون هذا. وهادو هما البنات المشدات ديالو ديك القنشوش باش كيتشد، عاملين الواحد فهو العرض ديال الحزام فيه 4 سنتيم وكيجي زوين ورائع. وان شاء الله الفيديو القادم غنوري لكم الكسوه ديالو، وهو مع الكسوه ماشي ديال قفطان، هو هذا الحزام هذا مع كسوه. وكنتمنى لكم ليله سعيده ولهنا وراحه البال والرزق والتيسير، والفيديو القادم ان شاء الله يا ربي. صبحوا على خير البنات.